لهذا الإخوان أنا دابا راه وقع واحد اتصال، معلاش قطعت الأوديو، وقع واحد الاتصال ما بينه وبين الأخ عبد الله الدقداقي والإخوان تاع فاس، يعني مجموعين مع بعضهم بعض، وكيقولوا يعني بأن هذا الشيء راه صعيب. مثلا من ناحية التعقيم، هما كيقولوا بأن كاين بعض الأمور اللي هي مزيانة، وكاين بعض الأمور اللي هي خصنا نناقشوها. حنا اللي بغينا نقولوا للإخوان ديالنا، احنا بعدا غادي بالنسبه لهاد، احنا مآمنين يعني ومقدرين ومنخرطين مع الدوله ديالنا، وبيننا عارفين باللي هذه جائحه وباللي خصها تدابير خاصه، هادشي كامل متفقين عليه، ولكن ماشي على حساب المهنيين، ماشي على حساب المهنيين، راه خص الدوله حتى هي تنخرط وتوفر المسائل للمهنيين على ايين. واللي نعاود نزيد ناكد عليها ان المهنيين بالنسبه لفتره التحملات راه ما اتفقوا عليه، ما سنيوا عليه، ما قالوا الله يسخر. نعاود ناكد هذه الفكره، راه الدوله صيفطت، والدوله راه كتقولنا بان هاد دفتر التحملات ما فيهش النقاش، باش تعرفوا اسمه كاين، باش تعرفوا واش خصنا نديروا. الدوله انا مصدر رسمي كيقول لي بان هذاك دفتر التحملات لا يحتمل النقاش، بل هو من اجل التطبيق، يعني وكاننا احنا الدور ديالنا هو اننا غير نسمعوا ونقولوا الله يسخر. هادشي باش جاوبتنا الاداره، وهذا الكلام انا مسؤول عليه رسمي. اذا الاخوان حنا هذاك دفتر التحملات صيفطته الدوله، فاي موقف بغينا نتاخذوا حنا ضد هاد ولا لصالح لهاد كونش التحملات، راه مرتبط بالمهنيين ما مرتبطش بالهيئات. راه المهني هو اللي يمشي كاشي وهو اللي يمشي يصدق عليه، بمعنى ان العمليه سهله، اننا احنا كهيئات ندعيو لعدم الموافقه والمهنيين يلتزموا معنا وما يكاشفش عليه وانتهى الامر. لهذا الاخوان حنا راه ماشي قضيه الامر، دابا الدوله كتقول لك قضيه الامر طبق، وبالنسبه لينا حنا كنقولها لا، راه من حقنا نتفقوا على اللي اتفقنا عليه، ومن حقنا نرفضوا اللي رفضناه، ومن حقنا الملاحظه على المسائل اللي خصها بعض التعديلات نعدلوها. صافي الاخوان، يعني هذا بالنسبه لدفتر التحملات.
الإخوة، السلام عليكم، وتحية لجميع الإخوان أعضاء جمعية أعضاء مكتب جمعية اتحاد أرباب النقل، تحية للجميع. الإخوان، راني ربما في أضيات سابقة دعيت الإخوان باش يلتزموا، ودعيت الإخوان باش ينضبطوا مع الرؤساء ديالهم ومع المكاتب ديالهم، لأن المرحلة ما كتطلبش الغوغائية، وما كتطلبش الاندفاع، وما كتطلبش الحماس، وما كتطلبش الثرثارة. المرحلة كتطلب الالتزام، وكتطلب البصيرة، وكتطلب التحكم في القرارات. حنا الإخوان باش ما يجي حتى شي واحد يتزايد علينا ولا نزايدوا عليه بالنسبة لهاد فترة التحملات، حنا ما غاديش نعتبروا روحنا يعني معصومين، ولا نعتبر روحنا منزهين، ولا نعتبر روحنا بأن القرار ديالنا هو اللي خصو يطبق. حاشا لله، حنا الإخوان لحد الساعة راه من غير هاد فترة التحملات وحنا رحنا في النقاش ديالو. ربما اللي نشوفوه اليوم صحيح يبان غدا خطأ، وربما اللي نشوفوه اليوم خطأ يبان غدا صحيح. لهذا الإخوان، حنا أولا هاد دفتر التحملات باش تعرفوه كيفاش جا، حنا صيفطنا المسائل ديالنا وهو جا، راه ما جلسوا حتى مع شي واحد فيه يعني نقولوا وتناقش واتفقوا، وكان شي محضر اجتماع والناس قالت الله يسخر، باش ما نتهموش الهيئات ديالنا الى شتنا شي حاجه ما عجبتناش. حنا رحنا حارصين، حنا رحنا واقفين. دفتر التحملات راه مرتبط بالمهنيين، ما مرتبطش بالهيئات. يعني نهار يطبق هذا دفتر التحملات راه المهني هو اللي غادي يمشي كاشي عليه، وهو اللي غادي يوافق عليه، ماشي الهيئة هي اللي غادي توافق عليه. باش نصحوا الرؤية ونصحوا الأمور ونوضحوها، راه ماشي الهيئة اللي غادي تكاشي، وغادي نتهموا الهيئة ونقولها جبتي لنا ولا درتي لنا. بعد أولا هذا دفتر التحملات راه مرتبط بكل مقاولة هي اللي تكشر عليه. إذن حنا بغض النظر على الموقف ديالنا، واش حنا كرؤساء عجبنا ولا ما عجبناش، حنا ما كنديروش اللي عجبنا حنا ولا ما عجبناش، حنا رحنا كنديرو اللي اتفقت عليه القواعد. ففحال ما هاد دفتر التحملات كان ضد الرغبة نتاع القواعد وضد التوجه، ما علينا حنا كرؤساء الا ان نوافقوا عليه بطبيعة الحال. وبالتالي غادي ندعيو الاخوان ديالنا ان التمقاولة ما توقع عليه، وبالتالي التمقاولة ما غادي تنوض. هذا بالنسبة لفترة التحملات. الله يجزيكم بخير الإخوان، هذا هو الواقع وهذا هو، وما نتقبلوش أن من هب ودب، وأن كل واحد يجي ويتقمص الدور أنت عضو مكتب، ولا يتقمص الدور أنت رئيس، ولا يتقمص الدور أنت الانتماء لشي هيئة. فاللي ينتمي لشي جهة يتذكر معانا ماشي كرؤساء، لأن احنا اليوم مثلا في الهيئة ديالنا نتاع اتحاد أرباب النقل عندنا مكتب هو المسؤول، فيه رئيس وفيه نواب وفيه مستشارين، هو المسؤول. هذاك المكتب راه فيه نواب على الصعيد الوطني، إذن كل نائب على الصعيد الوطني يهضر مع القواعد ديالو، ومع القواعد ديالو يعطينا اش قالو، وبالتالي حنا كمكتب غادي نتاخذوا القرار اللي يناسب. إذن ماشي كل واحد يجي يتاخذ القرار، ولا كل واحد يجي يشعر علينا. هذه من جهة، وفي أوديو آخر غادي نوضح بعض الأمور.
الاخوان ديالنا، المشكل راه فينا، سمعت؟ المشكل راه فينا، وحنا دائما الطعنات كتجينا من الخلف ومن الداخل. لهذا الاخوان الله يجزيكم بخير، راه حنا اللي غادي نكونوا في المستوى ولا ما نكونوش. حنا راه اليوم الاخوان في واحد الوضعيه نتاع قاصرين، في واحد الوضعيه نتاع يتامى، في واحد الوضعيه نتاع ناس لا دور لهم اتجاه الاداره. وان الاداره ولات اليوم يعني لا تعير اي اعتبار للمهنيين، وهذا ما نلومو حتى واحد، هذا مما صنعت ايدينا. انا راني كنقول لكم اليوم اول حاجه خصها الدار باش تسترجعوا الهبه ديال القطاع وباش تفرضوا الامر تاع القطاع، وهو ان المهنيين يعطيوا الاراء ديالهم طبيعه الحال باحترام، ويعطيوا الاراء ديالهم بكل حريه وبكل مصداقيه، ولكن راه الالتزام مع الهيئات، الالتزام مع الرؤساء، والالتزام مع المكاتب ديالهم. يعني احنا اللي ما نقبلوهاش، وهي انه اي شخص ينوض ويتقمص هذا الدور انت انه رئيس، او يتقمص الدور انت انه عنده واحد المسؤوليه في المهنه. هذا هو اللي ما نقبلوش، لان غادي المسائل تتميع، وبهذا الشيء باش بنا باللي رحنا ضعاف. احنا الاخوان عندنا اكراهات وعندنا مشاكل، اللي في الحقيقه احنا دائما ملي كنا ندعيو للمواقف وندعيو للاضرابات كنلقاو معارضه داخليه، وكثير من الناس كيتهمنا وكيقول لك الجلالي اش عنده ما يوقف. والوقوف راه ماشي من سعد الجلالي اللي ما عنده ما يوقف، راه من سعد داك اللي عنده ما يوقف. وهذا ماشي موضوعنا وما غاديش ندخل حنا في التفاصيل. اليوم الاخوان نظرا للطريقه باش كتعامل معنا الوزارات المعنيه، ونظرا للطريقه نتاع الاقصاء ونتاع التهميش ونتاع اللامبالاه ونتاع عدم الاهتمام اللي عملتنا بها لا اللجنه نتاع اليقظه ولا وزاره الماليه ولا وزاره النقل ولا وزاره الداخليه ولا شركه التامين، اليوم الاخوان رحنا في حاجه ماسه، ورحنا مضطرين الى اتخاذ موقف، هو اننا بعدا ما نخدموش الاخوان كاع بلا دفتر التحملات. وقبل دفتر التحملات راه ما خصناش نخدموا حتى يديروا معنا حلول في هذه الامور اللي راه دازت علينا في هذه المده اللي جلسناها. اش غادي يديروا معنا في عقود الايجار؟ اش غادي يديروا معنا في ديون الابناك؟ اش غادي يديروا معنا في التامين؟ اش غادي يديروا معنا في الكلاء؟ اش غادي يديروا معنا في هذه المساله نتاع 50%؟ واش كاين شي دعم باش حنا ما نزيدوش على المواطن؟ واش كاين شي مساعده مثلا حتى هي في اطار دعم مباشر او غير مباشر من اجل التخفيف علينا من الجائحه؟ وان الاخوان ديالنا اليوم كلهم نايضين مقروضين، كلهم نايضين بليسيك، راه المقاولات ديالنا ولات مهدده بالافلاس. اذا الاخوان حنا اليوم راه حنا كنناشدوا الاخوان الصادقين من رؤساء الهيئات، وكنناشدوا الاخوان اعضاء المكاتب باش انهم يسرعوا في توحيد الكلمه واتخاذ القرار المناسب من اجل اعاده الاعتبار للمهنه، ومن اجل عتق ما يمكن عتقه. الله يجزيكم بخير الاخوان، راه حوار طويل وحوار شاق وحوار ربما ممل مع الجهات المعنيه، لعل وعسى اننا نوصلوا لشي حاجه اللي هي مهمه، وبلا ضغط ما نوصل حتى لحاجه، وحنا المطالب ديالنا كلها مشروعه. فالله يجزيكم بخير الاخوان، حاولوا تنظموا وحاولوا تستمروا في الثقه ديالكم بالمكاتب ديالكم، وحاولوا انكم تلتزموا بتطبيق القرارات اللي غادي نتاخذوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. فالله يجزيكم بخير الاخوان، الواقع هو هذا. فإلا ما عندناش قيمه وإلا ما عندناش وزن بسبب بعض الهجومات المجانيه، وبسبب انه اي موقف كيدار الا وكيلقى واحد المعارضه وكيلقى واحد التحليل مغاير وكيلقى. لنفرض الاخوان حنا ما كنحشموا حتى حاجه وما كندسوا حتى حاجه، وكنعترفوا باننا حنا بشر وممكن نخطئ وممكن نصيب،
راه المشكله الا قلتوا لنا ما ديروش واحد الحاجه ودرناها لينفرض جدلا ان هاد دفتر التحاملات كله اخطاء، واش نحاولوا نحملوا فيه المسؤوليه للهيئات وهي بعيده عن البعد كله بعد كل عليه؟ ما نبقاوش نغلطوا عاود ثاني، ما نبقاوش نحملوا الناس واحد الحاجه ظلما وبهتانا وزورا وكيدا ومكرا، واحد المسؤوليه اللي هما بعد عليها. راه الهيئات داروا المقترحات، الدوله دارت دفتر التحملات، عجبنا او ما عجبناش الهيئات بعيدنا كل البعد عليه. اذا حنا اللي بغيتو نديروها الاخوان راه حنا موجودين، اللوم علينا حنا اذا درنا شي حاجه ضد التوجه ديالكم. ولحد الساعه راه عندنا الحريه التامه، لان دفتر التحملات ما مرتبطش اننا نوافقوا عليه ولا ما نوافقوش، راه مرتبط انك لا بغيت تخدم خصك تديه انت كمهني توافق عليه. اذا الحل ساهل، كمهني ما يوافق عليه صافي وانتهى الامر، والهيئات تحمل المسؤوليه ديالها في الدفاع على واش راه حنا باغيين. وتحيه.